موجز الثامنة من اون لايف، اهلا بكم. اكد وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول صدقي صبحي اكد عدم التهاون في حماية امن مصر القومي وتطهير سيناء من كافة اشكال التطرف والارهاب. تأكيد وزير الدفاع جاء خلال تفقدي برفقة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار مقاتل القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء. ومن جانبه شدد وزير الداخلية على ان الجيش والشرطة سيظلان في طليعة قوى الدولة في حربها ضد الارهاب. نفت وزارة الدفاع الأمريكية استهداف مسجد في محافظة حلب غربية سوريا. وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيز إن طائرات مقاتلة وأخرى بدون طيار قصفت موقع اجتماع لقادة تنظيم القاعدة في قرية الجينة صباح أمس الخميس، وشدد على أن الجيش الأمريكي لا علم له بسقوط أي قتلى أو مصابين من المدنيين. وفي اليمن قتل وأصيب عشرات الجنود في قصف صاروخي استهدف مسجدا في مدينة سرواح بمحافظة مأرب. وقال مصدر عسكري يمني إن ميليشيا الحوثي وصالح قصفت بصاروخين موجهين مسجدا تابعا للجيش، ما أدى إلى مقتل 26 جنديا وإصابة 40 آخرين. هذا وقد توقع المصدر ارتفاع ضحايا القصف لاكتظاظ المسجد بالمصلين. تستضيف جامعة الدول العربية غدا السبت اجتماعا رباعيا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود تسوية الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. هذا وسيشارك في الاجتماع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فيكي والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، وكذلك مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر. مشاهدينا الكرام، انتهت جولة الثامنة، لقاؤنا متواصل على رأس الساعة.